عقار ريمديزيفير يشكل اليوم عنوان الحرب ضد وباء كورونا. هذا العقار يعود إلى الواجهة مع إعلان المفوضية الأوروبية موافقتها على استخدام الدواء المضاد للفيروسات لعلاج حالات الإصابة الحادة بفيروس كورونا. وتعتبر المفوضية أن ترخيص الدواء خطوة مهمة إلى الأمام في المعركة ضد الفيروس. فأين أصبحت هذه المعركة؟ وما أهمية الدواء؟ وهل سيتوفر للجميع في ظل سباق الاحتكار؟ نرحب بضيفنا من ميشيغان الباحث في علوم المناعة وتطوير اللقاحات والأمصال للأمراض الفيروسية والبكتيرية الدكتور علي فطوم. دكتور علي، أهلا بك معنا في غرفة الأخبار. إعلان كبير جدا بالفعل، لكن ما الذي يشكله أو تشكله هذه الموافقة على استخدام دواء ريمديزيفير؟ وهل بات هذا الدواء بالفعل بعد هذا الإعلان الدواء المعالج لكورونا؟ نعم، هو عمليا اللي حصل هو ردة فعل أوروبية على الاتفاقات اللي عملتها الإدارة الأمريكية مع شركة جيليات بالنسبة للتزويد بهذه الدواء. فالدواء هذا طبعا عملية الإنتاج تبعته لسه محدودة، والعدد الكبير تحتاج إلى فترة زمنية، وبنتيجة لذلك الإدارة الأمريكية طلبت من شركة جيل أن تأخذ منها الإنتاج كاملا في شهر 7 و90% من الإنتاج في شهر 8 وشهر 9. واللافت أنه واشنطن اشترت المخزون العالمي قبل يومين من إصدار طبيعة الحال هذه الموافقة من قبل الجانب الأوروبي. نعم، وهذا يدل على قضية أن السياسة تدخل هنا وتلعب دور كبير، وعمليا هي نتيجة للسياسة الحديثة التي أتى بها الرئيس ترامب إلى الإدارة الأمريكية، وهي اللهم أطلبك لنفسي، يعني أمريكا أولا وبعدين ليأتي الطوفان. وبالتالي وجهت الدول الأوروبية والEMEA اللي هي مؤسسة العقاقير الأوروبية وجدت نفسها في مرحلة أنه هذا هو الدواء الوحيد الذي أظهر نتائج جيدة. صحيح. بالنسبة للتعامل مع الكورونا، وهذا الدواء الآن غير موجود حتى للدول الأوروبية. ولذلك نتيجة تسريع عملية قبوله في أوروبا عن طريق الEMEA سيؤدي في النهاية أن الدول الأوروبية ستحصل على هذا الدواء في شهر 10 أو شهر 11. يتعلق في العلاقة والاتفاقيات ما بين شركة جيليد والحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. دكتور علي، سنعود إلى هذه الاتفاقيات السياسية وكيف ستنعكس على توفر هذا الدواء في الأسواق، لكن دعنا نقدم لمن يتابعنا الآن بعض المعلومات المتعلقة بهذا العقار ريمديزيفير. هذا العقار هو لمعالجة المرضى الذين تفوق أعمارهم 12 عام، وبالتالي أيضا من يعاني من التهابات رئوية ويحتاجون إلى إنعاش بالأكسجين. سبق أن أظهرت دراسات عدة أيضا أن عقار ريمديزيفير قادر على تقليص مدة المكوث في المستشفى للمصابين بكورونا. أيضا كل هذه المعلومات متعلقة بهذا الدواء، لكن السؤال اليوم عندما تشير كل الاختبارات السابقة دكتور علي أنه ريمديزيفير يخفض وقت التعافي، هل تم التأكد أيضا من أنه يحسن معدلات إنقاذ المرضى؟ نعم، هو في الدراسة التي حصلت في الـ NIH اللي هي المؤسسات الأبحاث الوطنية الأمريكية، أوقفت البحث عندما تبين أن ريمديزيفير سيؤدي إلى تقليص وجود في المستشفى. وتبين أيضا أنه لو لم توقف الـ NIH هذه الدراسة لمدة شهر كان من الممكن أن نحصل على نتائج إحصائية جيدة جدا بالنسبة لتقليص عدد الوفيات بين الأشخاص الذين حصلوا على ريمديزيفير. ولذلك كان هنالك عدد كبير أنقذ، ولكن نتيجة لأنه ما كان العدد كافي بالنسبة لمن أخذ ولمن لم يأخذ، فلم تصل النسبة إلى ما نسميه PVA أو statistical significance، وهو ليس مش يعني أنه كانوا اثنين متساوين، كان في فرق ولو استمر، وكان هنالك بعض الحالات
أدخلت في هذا الإطار لمدة شهر واحد، كان من الممكن اليوم أن ريمدزفير ممكن أن يعطي أو يعلن عنه أنه يقلل من عدد الوفيات. إذن النتائج هذه اللي حصلت في إحدى أكثر الدراسات مراقبة تشير أن هذا الدواء يستطيع العمل ولديه نجاعة معينة، ليست نجاعة كاملة ولكن نجاعة معينة تستفيد، وهو الدواء الوحيد الذي أظهر هذه النتائج الإيجابية. جميل. وللأسف لم نستمر الدراسة لكي تظهر قضية تقليص عدد الوفيات بهذا الدواء. هل النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسات المتعلقة بريمدزفير، هل يمكن أن نربطه أيضا دكتور علي بمسألة اللقاح؟ يعني هل يمكن الاستفادة من هذه المخرجات أو من هذه النتائج أيضا للتوصل للقاح للفيروس بشكل أسرع؟ نعم، في فترة طويلة نحن نقول أن لإنتاج لقاح ناجح تحتاج إلى فترة زمنية معينة، على الأقل سنة أو سنة ونص لسنتين. في خلال هذه الفترة عندنا موسم الأول وعندنا الموسم الآتي، إمكانية أن يكون لدينا لقاح في هذه المواسم هو ضئيل جدا، وطبعا لذلك تحتاج إلى شيء نتعامل معه، نتعامل مع الإصابات خلال هذه الفترة البينية. نعم، أضيف إلى ذلك أيضا أن اليوم الـ FDA خلال الأسبوع الماضي أخرجت تخريج جديد في أنه قد يجوز ويمكن للـ FDA أن ترخص لقاح له نسبة نجاعة حوالي 50%. إذا 50% نجاعة يعيدنا إلى الفلو أو الإنفلونزا فاكسين، اللي هناك النجاعة لم تزد في يوم من الأيام خلال 20 سنة الأخيرة عن 40%، إلا في سنة واحدة وصلنا إلى 50%. ولذلك تنزيل السقف للنجاح في هذه اللقاحات يشير إلى أننا موجودون في إطار الإصابة بالفيروس حتى في وجود بعض اللقاحات التي والدليل على ذلك دكتور علي فطوم أنه حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوزت 11 مليون مصاب، وبالتالي نحن في بداية الطريق، يعني الرقم يشير إلى ذلك. لكن حتى أعود قليلا إلى السياسة بالوقت القليل المتبقي لنا، اليوم القرار أو إعلان الموافقة على هذا الدواء جاء من المفوضية الأوروبية، وبالتالي سيكون ريمدزفير بروتوكول العلاج المعتمد إذا حسب ما فهمت في أوروبا. هل نتوقع أي إصدار من هذا القبيل أيضا من منظمة الصحة العالمية باختصار لو سمحت؟ نعم، أعتقد أن منظمة الصحة العالمية لا ترخص، من يرخص هو الـ FDA الـ EMA في أوروبا، وأيضا السلطات الرقابية الموجودة في الدول المختلفة. ولذلك نلاحظ أنه في الدول المختلفة إذا صار الشيء في أمريكا وفي الاتحاد الأوروبي سيقبلوه، عشان هيك شركة جيلاد اليوم تقوم بعملية اتفاقيات للإنتاج في مصر مثلا، وهذا شيء جيد جدا للدول العالم الثالث، في الهند وفي الباكستان أيضا لإنتاجه للدول العالم الثالث. وهذا يشير إلى أن هنالك تقبل عالمي أن هذا الدواء يساعد. عظيم. وأنه يعني في أضعف الإيمان أن يكون لدينا دواء واحد مختص في هذا المرض، وممكن أن ينقذ حيوات كثيرة من هذا المرض. شكرا للباحث في علوم المناعة وتطوير اللقاحات والأمصال للأمراض الفيروسية والبكتيريا الدكتور علي فطوم على المشاركة معنا الليلة.